C'est un peu frustrant parce que là, Ganana Chikoun, Abouna et Faraja, c'était une équipe prenable. D'abord, Rabho, Sartoum. Hassan a fait deux phases de jeu qu'on aurait pu éviter. On a fait un penalty, c'est un maxi, il y a un penalty, on a fait un golek, ou un corner. C'est des buts qu'on a marqué en Dion. Ou d'abord, Hassan a le Koraïetche. خسرت الرباع ولا تخسر ولا دي الماتش نول الكره هي هادشي دابا عندنا الماتش الحاد وقلنا على حاد ان شاء الله خصنا نربحوا ضروري انا مع رجاء البيضاوي فاش قلت معاهم قلت مزيان والحمد لله دابا ما تفهمتش معاهم ما كانش عندي شي حاجه كونتر الرجاء انا كنلعب كونتر الرجاء خصني نبني شي حاجه لا كنلعب كره اي فركه فاش كتلعب خصك تلعب كره ديالك وبين كيفاش كتلعب والناس كيشوفوا فيك ما قدمنا مقابله في المستوى رغم ان النتيجه ما كانتش في صالح ديالنا كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا واحد المستوى واحد المرض الطيب الحمد لله وكنوعدوا الجماهير اننا غادي نقدموا ان شاء الله مستويات احسن في الدورات المقبله ان شاء الله صراحه استانسنا بالاجواء هنايا في مدينه الدار البيضاء استانسنا بالجماهير وكذلك العرض اللي قدمناه كان في المستوى ومره اخرى كنبغي نشكر الجماهير اللي جات ساندتنا على هذه المقابله هذه وكنوعدهم اننا ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه في المستقبل ان شاء الله الحمد لله قدمنا مقابله كبيره كنا باغي نفرحوا الجمهور في اول انتصار ما كتبش الحمد لله حنا غنخدموا على النقاط الضعف ديالنا المقابلات المقبله ان شاء الله باش نظهروا في احسن مستوى ان شاء الله ونرضيو الجماهير الملاليه اللي متعطشه ان شاء الله باش تشوف الفريق ديالها في احسن مستوى الحمد لله ماشي كنا خايبين في هذه المباريات الحمد لله حنا خدامين على هذا المشروع ديال المشروع اللي هو المدى البعيد ان شاء الله والفريق غيقول الكلمه ديالو في باقي الدورات ان شاء الله.